شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي واحد التدوينه ديال سيد رئيس الحكومه سعد الدين العثماني اللي كي يترحم او لا كيدير التعازي ديالو الحاره لواحد جوج فنانين مغاربه كبار وكنترحموا عليهم جميع. هم ثلاثه ديال الفنانين، ولكن لماذا الاستثناء ديال واحد الفنان اللي هو السيد احمد بدوج؟ السيد الفنان المرحوم احمد بدوج توفى ربما في نفس المده او في نفس الايام اللي توفت فيها السيده المرحومه توريا جبران، ومن بعد توفى عبد الجبار لوزير الله يرحمهم جميعا. كون دار مثلا هذه التعزيه هذه في تدوينه او لا في, 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 في واحد الكونت بريفي ديالو، يعني تكون خاصه ماشي 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 الصفحه الرئيسيه مثلا ديال رئيس الحكومه السيد سعد الدين العثماني، غادي نقولوا ان هذه مساله خاصه، ولكن ما تتبقاش مساله خاصه ملي تتكون واحد الحاجه في واحد الباج اوفيسيال اللي فيها الناس وفيها وهي ديال رئيس حكومه باسم رئيس الحكومه، راه هي على الاقل خاص يكون اعاده النظر، ولو تاخر على الاقل خاصو يتفكر ويشوف الناس ملي داروا التعاليق ديالهم ويشوفوا يعاود يقول باللي راه كاين. انا ما غاديش نقدر نقول رئيس الحكومه شنو خصو يدير، ولكن اللي خصو يدار خصو يدار من قبل انه خصو يقاد هاد الناس هادو بحال احمد بدوج، بحال توريا جبران، بحال عبد الجبار الوزير. حنا كنعتبروا الفنانين المغاربه كلهم مغاربه من طنجه للكويره وكنفتخروا بهم، واي واحد كيخصو ياخذ حقه في الحياه وحتى بعد الوفاه كيخص العائله ديالو على الاقل تحس انه هناك اناس مثلا تيلتفتوا وتيحسوا معاهم بالحزن وتيعزوهم على الاقل. اقل حاجه ما يمكن الانسان يكتب عليك جوج كلمات يقول لك تعازينا الحاره لعائله الفقيد كذا وكذا، في حين اننا احنا كنشوفوا تيتعزوا جوج الناس وتيبقى واحد اللي هو من المنطقه ديالنا وكنعتبروا ان السيد رئيس الحكومه من المنطقه ديالنا وكيهضر على انزكان وقريب السيد احمد بدوج ربما قلبا وقالبا. لهذا ما عرفتش انا واش سهو ولا يعني تعمد، ولا صراحه هذا يؤسفنا كثيرا ولا يبشر بالخير، لان الجماهير المغربيه كيف شفتوا في المواقع ديال التواصل غاضبه وما كيفرحاش هذا التصرف هذا، وشنا بزاف ديال التعاليق من الفنانين الكبار بدون ذكر الاسماء، فنانين كبار داروا التعاليق على هذا الشيء هذا اللي شفنا، ومخرجين ايضا وممثلين وجماهير، لان خاص تكون واحد كفة متساوية، يعني نكونوا بحال ملي تعزي واحد جوج فنانين مغاربة راه حتى هذاك الفنان الثالث راه هو مغربي بلسان أمازيغي يتكلم الأمازيغية ويتكلم العربية ومثل في الأفلام المغربية العربية ومثل في السينما ودار إخراج ودار، يعني ماشي نقولوا شي واحد راه ما معروفش ولا حكا راه ما عرفناش. لا يعقل أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تيصفت واحد البرقية وتعزية للعائلة ديال المرحوم، في حين أن رئيس الحكومة يعني يتناسى أو لا ما يمكنش ما يعرفش. في القضية التدوينة نوفان بلانه الوقت اللي غيموت غماتنا الفنان احمد بدوج، يعني ارتي تعزم الزكري قال 80 اللي غيكا وقلي دنغ محمد السادس ارتي نصر ربي اللي دي صف التعزيه الاسره المرحوم احمد بدوج. يعني قيس العدد مدن ان مغور اللي فكان اللي سكن التعزيه، ولكن اللي غنزرى التعزيه السيد رئيس الحكومه اللي غيعزي الفنانين المقتدرين عبد الجبار الوزير الفنانه توريا جبران، ولكن نوفان اورغيسي لا المرحوم احمد بدوج. غير نحس بانه ربما الاستثناء اورسينسيكا سهو ولا متعمد غير ورنزر افلاس حكمه، ولكن الوقت اللي نكي كعاطف حتى نكي يعني فكي الراي نو سكر التعليق نو غمسكتين نص صفحه واذا به وفي غن تعليقا ورسول كيسيلا، يعني التعليق كاع عادي جدا، لانه ودي هاتي يموت حتى الفنان احمد بدوج، يعني كاع حتى يويس المنطقه، يعني ورقيس باس يخدمون التعزيه دميدنا، يعني اكيسوري الاستثناء افغن غير كيسني التعليق ورسول كيسيلا من بعد سكر داغيان التعليق عادي جدا.
لان من حقي اي مواطن يفك التعليق، لان الصفحات قاتين اي واحد، يعني التعليق قاعد عادي جدا، ولكن وفي غتين دا غرسو الكيسيلا من بعد وصافي غرسو النيغوالو. ربما حقا ولي تكلف الصفحه، وهو اللي تكلف الصفحه يحيد هي وكغمات كاتين تنغين وشو داري حقا سكر لا جيم ولا حتى التعليق، يعني حتى تلقى النظريه تلقى الراي يقاوينو درت تينيغ لانه هضروا نحسوا لانه لا نتغين استثناءات، نلقى كل مغاربه، نلقى فنانين، نلقى مواطنين، نلقى درنغ الحق ان نفك الراي كما يحق لسيد الرئيس، يعني يفك حتى التعزيه، يعني سي احمد بدوجي جاي يوصل المنطقه بعدا يوصل نسوس مسا يفك كيكان يفك، يعني كاع سي نورمال رقيتنا غير غما الحال اللي غنور نوفا السميه نقمات نغ احمد بدوج نقر الفنانه اللي قال مغاربه، نلقى كل فنانه نلقى كل مغاربه دارنا غيات الهويه سمونا غيات الرايه، يعني هذا هو اللي من حقنا، يعني لو قلت لي غتزرات زوغي كان تحسوت بلي انه نكوني زودي ورنقا فنانه وزودي يغورنا كا يتمازير تاد ورسنا ادوري لي وش نحيو نكون هاتي يانا نلقى نرى ان قفوس غفوس نرى ان نمون نقعدي حتى نكوني نكافوس هاتي لو كان سرغا مسكوت فوس نرى ماذا غادي تكانا فوس باش ان هذا غياوس هاتي حتى نكوني ارنا كاز زغوك نسنغ نما سايلين نموفا بركة يودا هاتي غياد اللي سنتحسو هاتي يقوت هو تستقيت نغشي شوية حتى نقول كان مير حنا كنتأسفوا وهذا خبر محزن لأنه افتقدنا جوج فنانين في المغرب، ولكن للأسف حنا كفنان أمازيغيين واحد الممثل معروف مغربي أمازيغي اللي هو أحمد بدوج وتوفى حتى هو في ديك الفترة فاش توفى دوك الفنانة ما صيفطش تعزية ما دارهمش التدوينة ديالو، وهذا الشيء اللي بقى فينا حنا كفنانه جهاز سوس مسا وجميع الفنانين في المغرب وخارج، راه الفنانين سواسا راه كاينين داخل الوطن وخارج الوطن، وعندنا المحبين ديالنا حنا راه مغاربه الحمد لله. شوفوا سيدنا الله ينصرو صيفط برقيه التعزيه الله ينصرو، ورئيس الحكومه بحال حنا اللي ما كاينش كاع فوق الكره الارضيه، وهذا الشيء كيبقى فينا الحال. حنا قبل الوفاه كاع حنا ما مذكورينش كاع في هذه الحياه، لانه كنلاحظوا ممثل ما عنده لا حق، ما عنده لا حق في التلفازه، ما عنده حق لا شحال من المستحقات عندنا ما كنشاركوهمش. حنا دابا كشباب كمبتدئين كمشعل، دابا الناس دابا اللي الكبار اللي دوزوا واحد المرحله كبيره في الفن الامازيغي هما راه عدد منهم راه ان شاء الله يرحموا، حنا دابا اللي بقينا حنا اللي غادي نحملوا المشعل ديالهم، ولكن شنو هو المصير ديالنا حنا؟ بحال اللي كنشوفوا هاد الحقره ديال المسؤولين ورئيس الحكومه ما مسوق لينا حنا سيرتو في الدومين ديال الفن في اكادير، فين هما المركبات؟ فين هما المسارح؟ فين هو السينما تسدات وزيد؟ حنا كنتاسفوا على هاد يعني التصرفات، وحنا الحمد لله راه مغاربه وكنحترموا جميع المسؤولين كل واحد بصفته، ولكن باش الانسان يحقرك لهاد الدرجه ما نقدرش نسكتو. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.